طب ناخد ياسمين يا دكتور ايهاب معانا. ياسمين اهلا وسهلا، اتفضلي. مساء الخير، ازي حضرتك؟ اهلا حبيبتي بيكي، اتفضلي حبيبتي. ممكن اكلم الدكتور؟ معاكي الدكتور، اتفضلي دكتور ايهاب معاكي. تمام، ازي حضرتك يا دكتور؟ ازيك يا ياسمين، عامله ايه؟ الحمد لله يا دكتور. لو سمحت يا دكتور، انا فرحي بعد شهرين ونص، وكان نفسي انزل في الوزن قبلها، وانا عندي بس اماكن فيها سنه موضعيه زي الدراعات والارداف. انت عايزه تنزلي قد ايه في الشهرين ونص دول يا ياسمين؟ يعني انا وزني 85 وطولي 156. بصي، هو مش بالوزن، للطول. انت لازم تعملي ان بادي عشان تشوفي بس الدهون عندك في جسمك قد ايه، فتعرف يعني شكله مش مظبوط. يعني عندي السنه موضعيه في زي ما قلت حضرتك في الدراعات والارداف. اوكي تمام. فانا بس وعندي سؤال اخير يا دكتور، وانا بس كنت عايزه اعرف هل الفيستا والقلب مالتي فيت هيأثروا على وشي او بشرتي او شعري بعد ما استخدمهم؟ لا بالعكس، ده هيحسن لك كمان. بصي، احنا لسه هنتكلم على قلب مالتي فيت. هو بيستا الهدف الرئيسي بتاعه ان هو يخسسك، فهو هيساعدك في الحرق مع النظام الغذائي اللي انت هتبقي عاملاه. قلب مالتي فيت هيعوض لو انت عندك اي نقص في الفيتامينات نتيجه انه الاكل اللي انت بتاكليه قليل او بيفتقر شويه لعناصر معينه من فيتامينات او معادن او عناصر، هو هيعوض لك ده. فهتلاقي ان انت بتخسي وبتوصلي للتارجت بتاعك، وفي نفس الوقت صحتك احسن وبشرتك احسن وشعرك احسن وضوافرك احسن، كل الحاجات الخارجيه اللي انت يعني مهتمه بيها عشان طبعا فرحك وكده، دي مش هتتاثر خالص. بالعكس، انت هتحسي ان في تحسن كبير قوي في الحاله بتاعتك مع الخساسات. شكرا ليكي حبيبتي ياسمين.